مهرجان الحقيقي فيه فعاليات كتيره جدا، لكن خلينا نبدا بالطعام. معانا على التليفون دكتوره امل العرجاوي، مدير عام الهيئه العامه للتنشيط السياحي بالاسكندريه. دكتوره صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يا اهلا بيكي. عايزين نعرف ايه الفعاليات اللي موجوده في المهرجان، ولو هنبدا بالطعام. هو المهرجان متعدد الحقيقه الفعاليات. في فعاليات رسم، في موسيقى، باند مختلف، في الطعام طبعا، وفي محاضرات، في فرق فنية كانت بتقدم عروض، سواء الفرق شبابية أو فرق أطفال، يعني متعدد الفعاليات. طيب واحنا بنتكلم عن الطعام يا فندم، هل بنقدم مثلا أصناف من الأطعمة مشهورة بمحافظة اسكندرية، ولا إيه اللي بيتم فيها بالظبط؟ لا، احنا الحقيقه ما حبيناش نقتره على محافظه اسكندريه او على دول البحر المتوسط. احنا خليناه الطعام بصفه عامه، وخاصه الطعام المصري. يعني هو كان مختلف مع الطعام المصري معانا، الطعام الصيني معانا، يوناني كانت معانا، حاجه شامي كانت معانا. يعني مهم ان يبقى في ثقافات في الطعام متعدده، او مختلف الاكلات اللي ممكن نقول عليها تراديشنال فود، يعني المشهوره في كل بلد. يعني كان معانا الكشري المصري، والكبه الشامي، والشوتي الصيني، كان معانا ام علي، كان معانا اورنج كيك يوناني. يعني كل بلد مشهوره بحاجه او الناس بتحب لها حاجه، حرصنا انها تبقى موجوده. يعني بتبقى موجودة من خلالنا إحنا يا دكتورة، ولا من خلال أبناء الجالية اللي موجودين في اسكندرية أو في غيرها، أو اللي موجودين في مصر بصفة عامة، هم اللي كانوا حريصين إنهم هم اللي يجيبوا الأصناف بطريقتهم التقليدية ويعملوها بيتي زي ما بنقول عليها؟ الحقيقة كان فعلا كده. كان في ناس معانا من الجانب الصيني، كان في معانا ناس من الجانب اليوناني، وطبعا المصري المشهور بالكشري بتاعه كان موجود. وده بنقول يعني وصلنا للناس ازاي، عملنا اعلان، وتواصلنا معاهم ازاي يا دكتور؟ طبعا عملنا اعلان خلال الصفحه عندنا، او من خلال مكتبنا في الاسكندريه. عملنا اعلان من خلال الشركاء اللي كانوا معانا، لان احنا معانا يعني غالبا اكتر من 12 شريك في الايام دي، لان احنا كنا عاملين احتفاليه او فعاليه ليوم السياحه العالمي ممتده من يوم 25 ليوم 30 سبتمبر، اللي هو النهارده الختام ان شاء الله. فكان معانا اكتر من شريك، وكان معانا كل يوم مكان معين بنعمل فيه الفعاليه. تمام. لكن يوم الطعام كان على شواطئ، احدى شواطئ الفنادق العالميه بالاسكندريه، وكان في اليوم ده غير الطعام او الفيستيفال فود، كان معانا فعاليات اخرى. كان معانا الاورنج كيك اهو على الشاشه، ايوه، اليوناني، الكشري المصري اهو. ده كان هو فتحه الموضوع الحقيقه. يعني طبعا طبعا الكبه او السمبوسه الشامي كان معانا برضو. لو تلاحظوا الاطفال والكبار والشباب، وكان معانا جنسيات برضو موجوده في الاحتفال. يعني كله كان مبسوط، كان يوم مبهج على الشاطئ الحقيقي. طيب واحنا بنتكلم عن الاطفال يا دكتوره، انتوا عملتوا ورش عمل يدويه للاطفال، خرجنا منها بايه؟ اكتشفنا ايه من هذه الورش؟ ان طبعا في مواهب مش كبار، لا ده في، انا قلت لهم، حتى قلت لهم دي يعني نواه لفنانين كبار. لان الولاد الحقيقه كل واحد ابدع في الجزء اللي كان مطلوب منه العمل فيه. هم عملوا حاجتين، حاجه كانت يمكن هما دولت كانوا كل واحد منهم بيعمل اللي يعني ليه، ولكن كان في جزء تاني احنا اخترنا جزء من طائر في عندنا في مسرح اليوناني الروماني، في فيلا طيور دي ارض موزايك مشهوره، اخترنا منها طائر وابتدوا يعملوه
وطلعت اللوحه اللي الولاد عملوها كانها لوحه فعلا من ارض الموزايك اللي موجوده في المسرح. وبعدين اديناهم بقى يعملوا، كل واحد يبدع ويعمل اللي هو عايز يعمله. اللي متاكد منه دكتوره امل انه الاطفال وتحديدا اطفال محافظه الاسكندريه مبدعين، لان بطبيعه المدينه هي مدينه ملهمه للابداع. شكرا جزيلا دكتوره امل العرجاوي، مدير عام الهيئه العامه للتنشيط السياحي بمحافظه الاسكندريه.